مفتی انیس صاحب کی دختر نیک اختر حمنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، وجعلهم كعصف مأكول. صدق ان معصوم طالبات کو حضرت ڈاکٹر الیاس صاحب کے والد صاحب کی طرف سے 3000 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔